بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضراتكم في يوم جديد، يوم أخير من أيام شهر رمضان، اليوم الأخير من أيام شهر رمضان المبارك لهذا العام. نسأل الله تعالى أن يعيده علينا وعليكم وعلى المسلمين جميعا بالخير والسلامة واليمن والبركة وقبول الأعمال واستجابة الدعوات إن شاء الله تعالى. والأخير دائما فيه تطوى الصفحات، نسأل الله أن تطوى صفحاتنا بشيء طيب كريم نستطيع من خلاله أن نقول قد بيضت وجوهنا في هذا الشهر المبارك. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم الدائم سماحة السيد رشيد الحسيني، الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف. سيد الكريم، السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم وجزاكم الله خير، وفقتم إن شاء الله. قبل الدخول إلى الآية سيدنا، هل من كلمة في اليوم الأخير من شهر رمضان المبارك؟ في واقع الحال يعني يغمرنا الفرح والسعادة على أن الله سبحانه وتعالى وفقنا لإتمام هذا الشهر الفضيل بالطاعة والصيام، ولم تعترضنا موانع من صيام شهر هذه الأيام الطيبة. تعرفون أنه قد واحد يصاب بمرض، يصاب بمشكلة، الحمد لله رب العالمين مر هذا الشهر بسلام وأمان، حتى تكون الفرصة مآتية لطاعته ولشكره، والحمد لله رب العالمين كنا موفقين في هذا إن شاء الله دائما وأبدا. وبالحديث عن الشكر، الآية التي تم اختيارها هذا اليوم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، صدق الله العلي العظيم. تفضل سيدنا. أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، اللهم صل على محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. في واقع الحال مشكلة البشر مشكلة عويصة، واحدة من المشاكل التي نحن نجدها أيضا في حياتنا العامة، أنه إذا أزدي على إنسان نعمة وعاش تلك النعمة بشكل مستمر، فإنه يتصور أنه صاحب حق، أنه صاحب حق. بمعنى جنابك أنت تعلم مثلا واحد تعطي يومية 1000 دينار، هذا فضل من عندك أنت، 1000 دينار، يوم الثاني 1000 دينار، لمدة سنة تعطي 1000 دينار، يوم من الأيام إذا قطعت من 1000 دينار يعتبر أنك ظالم وأنه صاحب حق، ليش ما تعطيني 1000 دينار؟ مع أنه هي بحد ذاتها كان تفضل مني، أنا لا مسؤول عنك ولا واجب علي، ولكن أنت إنسان تعطيك 1000 دينار. فتصبح النعمة المستمرة والمستدامة في واقع الحال تتحول إلى أن الصاحب المنعم عليه يتصور على أن هذا حق واجب على من أنعم عليه على أن تستمر. وهذه في الواقع توجد حالة من الطغيان إذا ما سلبت النعمة، حالة من التمرد إذا ما سلبت النعمة. طبعا تسلب نعمة وتبقى مئات النعم الأخرى، بلا إشكال، هو ينسى ذني المئات كلها. أحسنتم. يعني نحن في واقع الحال نحس على أنه في كثير من الأحيان أنه حتى قلت في تصرفاتنا الاجتماعية، يعني عندما أنا في واقع الحال أتواصل مع شخص وكذا وأعتني به وهو ليس واجبا علي، ولكن هو بعد فترة إذا أنا انقطعت يعتب وليش وكذا. أخي عزيزي، هذا أمر ليس واجب علي، ولكن جنابك الكريم لأنك عشت هذه الحالة تتصور أن هذا واجب على الآخرين أن يقوموا به. هذا طبع موجود للأسف. والمشكلة الأخرى أننا إذا ما عشنا نعمة لا نحس بها، ما أدري هذه شايفيها؟ نعم. إذا الاعتياد على النعمة. أحسنت. الاعتياد على النعمة، وجود النعمة الإنسان كأنما ينساه، يعني تصير شيء عادي. نعم. وشيء طبيعي ولا يحس بها. ولا الآن شقد ناس يمرون على المستشفيات ويفهم أن هناك العشرات ممن يعانون ويتألمون وعلى حال موجوعون في هذه المستشفيات،
يرفع يده يقول الحمد لله ورب العالمين على النعمة الصحة، يشكر. كم منا يمر على حال على فقير لا يرفع يده يقول الحمد لله الذي أغناني مما ابتلى به غيري. كم منا شخص يركض إليه ولده، يحضن ولده، ولكن لا يشكر الله على أنه هناك مئات الآلاف من البشر اللي كانوا يتمنون ولا زال يتمنون على أنه طفل الله سبحانه وتعالى يعطيهم. نعم، واقع هذا. كم مرة أن يجون شباب، سيدنا هذا ابني يبكي، قلت له حبيبي بشكر الله، يبكي طفل يبكي، لا سيدنا هذا مأذينا وكذا ومنزعج. أنا أقبل الطفل أقول له بابا هذه عادية، شوية تطي ما أدري قطرات ضد الريح من الأمور هذه، أشكر الله على سلامة الطفل، عيونه ما شاء الله، شكله، رجلية، إيدية. نحن لا نشكر أستاذ مرتضى، لا نشكر لأننا تعودنا النعمة. نعم. وإذا الإنسان تعود النعمة هالشكل، كم من امرأة الآن تعيش مع زوجها تشكر نعمة الزوج، وهي ترى مئات الأرامل يتمنين على أن يكون هناك زوجها معها. واقع هذا. كم من الشباب يعيش مع زوجة صالحة طيبة خلوقة، وهو دائما ممتعض وما يدري أن هناك شقيت شباب يتمنون زوجة صالحة ويعيشون حياة تعيسة مع زوجاتهم الغير الصالحات. نحن لا نشكر. وإذا أردت أن على حال أبين لك أننا لا نشكر، نعم، استمعوا إلى هذه الآيات. فضل. أخواني شوفوا، رب العالمين هو أيضا يشير إلى هذه القضية، يعدد نعم، يقول شوفوا العبارة، أنا ما أريد أعبر قبل ما أقرأ الآية. بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايشة قليلا ما تشكرون. تسمعون؟ قليلا ما تشكرون. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. شوف نفس الـ حسب تعبيرنا، نفس السياق، مو بس أقول نفس السياق، يعني نفس النظرة، نعم، نفس القناعة، أن البشر كل ما تعطيه يتصور هذا حقه، يتصور هذا حقه. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. واقعا قليلا ما نشكر، قليلا ما نشكر. كم من النعم رب العالمين أعطانا إياها فيما يرتبط بأعضائنا، هذه عيني، نعم، اللي أنا أوه هاي النظارة شو وقت أخلص. حبيبي ناس ما يشوفون، ناس عندهم مشكلة بالشبكية، ناس عندهم مشكلة بالقرنية، الله يطيل العافية أحد الأساتذة في الحوزة، الله يطيل العافية، رجل مخلص طيب متدين، عنده مشكلة في عينيه مع أنه فقد بصره الآن، فقد بصره ويدرس، لا زال يدرس. مولانا كل مكان ذهب إلى هنا وهناك دول مختلفة، قالوا ما في شارة، هذه أكو مشكلة في عينك، اسمه ما أدري بهجة، ما كلمة بهجة ما أدري، ما يمكن. أنا شقيت لازم أشكر الله، أشوف وجهك، أشوف الجمال، أشوف الخضار، أشوف الماء، أشوف الشجر. نعم. ما نشكر يا أخي الكريم، ما وارى به عوراتنا، ما وارى به علي حال سوءاتنا، هذا ما لازم يحتاج شكر. طيب سيدنا، الشكر، طريقة الشكر، هل هو فقط كلمة الشكر لله؟ أخي الكريم، أقل مراتب الشكر أن تقول شكرا، أقل مراتب الشكر أن تقول شكرا شكرا شكرا، هذا الأقل مراتب الشكر ما موجودة أخي. بس أنا خليك عن المراتب الأخرى اللي نسميه الشكر العملي. نعم. الشكر العملي ذاك ما شاء الله، إحنا الشكر اللفظي توجه إليه، قال أشكرك يا رب. شكد نشوف الآن بلاد السودان صارت مشكلة عويصة، يوم من الأيام قعدوا الناس الصبح، هذا يضرب ذاك يضرب، زين قتل مقاتل بالشوارع،
وإحنا نعيش الأمان شكرنا الله؟ ممكن نعيش الإرهاب والآن نعيش الأمان؟ أشكر الله. دائما إحنا حسب تعبيري بين قوسين نونون. الونونة هذه والعتاب والتشكي ليس صحيح، واقعا ليس صحيح. رب العالمين يشوف واحد يشكي يقول شو أنا شنو على أساس أنا أنطيك وأنت تشكي؟ أسب النعمة خليك. من تمارض مرض ومن تفاقر افتقر. واضح، يعني أسلب النعمة أقول لك يا بس أنت ما جاء تشكر ما تفهم، خلاص أجعلك فيما أنت عليه. فلا بد أن نفهم على أنه في واقع الحال الفرص والنعم والأمور التي نعيشها إنما هي من فضل الله سبحانه وتعالى، واقعا من فضل الله. نعم. حتى الهداية وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لا تتكبر أنه بلي أنا الحمد لله أفضل من غيري. أشكر الله أصدقائك صار بيهم انحراف، فلان طاح في قضية، لا حسب تعبيرنا لا تشمت بالآخرين إذا سقطوا، لا تشمت بالآخرين إذا مريضوا، لا تشمت بالآخرين. أشكر الله على ما أنت عليه. فرصة رمضان هي في الواقع من نعم الكبيرة جدا. نعم. ونحن بحاجة إلى أنه الآن اليوم آخر ساعات رمضان، ته آخر ساعات رمضان، غدا على حال العيد الفطر المبارك. لابد أن هذه الفرصة الطيبة التي نحن نقضي ساعاتها الأخيرة أن نشكر الله على ما أنعم علينا من هذه النعمة العظيمة اللي أنا متكلم عنها كثيرا إنصافا. نعم. هي نعمة تضاعف الأعمال وفضيلة الطاعات في هذا الشهر الفضيل، والفرص الكبيرة التي رب العالمين أزداها، أغلق أبواب النيران. نعم. على حال الشياطين أغلها، هذا حتى يعطينا فرصة للطاعة. أحسنتم. فشنو؟ فلما قام إليه أمير المؤمنين قال يا رسول الله ما أفضل الأعمال في هذا الشهر؟ قال الورع عن محارم الله. الورع عن محارم الله. كم كنا موفقين في أن نكون ورعين في عن محارم الله، وكيف يمكن لنا أن نبقي هذه النعمة؟ أي نعمة؟ نعمة قراءة القرآن، نعمة الصدق، نعمة الطاعة، نعمة التذلل إلى الله. شلون نقدر هذه نأخذها معنا إلى رمضان القادم؟ هذا يحتاج إلى أولا التفات، ويحتاج إلى همة وإرادة ودعاء. اللهم علي حل أنعمني بما أنعمت عليه وأدم علي النعم التي أزيتها. أحسنتم سيدنا الكريم، وجزاء الشكر لئن شكرتم لأزيدنكم. شكرا جزيلا سيدنا الكريم. إذن على بركة الله نتحول لاستقبال المشاركات الآن، ومشاركة من الأخ الكريم أحمد. فضل يا أحمد. نعم. فضل أحمد. عفوا. يلا أحمد. أقول سؤال. نعم. صوتك يرجع لك. صوتك يرجع لك. أوكي لا تسمع، بس نطيني السؤال. عن نص تدريج. نعم. أقول عندنا مشكلة. نعم. إنه عند مسجد. نعم. أبوي عنده مشكلة ويا جدي. نعم. وعندنا مسجد، يعني جدي جاي يروح المسجد، أنا مؤذن جاي أذن بالجامع، أروح الجامع أبوي ما يخليني. نعم. يعني دائما أقول لأبوي هذا من الجامع، يعني هو يروح له، أنا شعري منه عوفه، يعني دائما أقول له إيش، يقول أنت ما تروح الجامع إيش هددني. زين سؤال أحمد، جدك أبو. نعم. جدك أبو والدتك لو جدك أبو والدك؟ أب. ألو، فقدنا الاتصال. تحياتنا الأخ أحمد، تقريبا السؤال صار واضح، بس ردنا نعرف يعني الأب عنده مشكلة ويا أبوه لو ويا أبو زوجته. عموما شكرا للأخ أحمد. عندنا اتصال من الأخ حسين. تفضل يا حسين. السلام عليكم. وفاء. عليكم السلام ورحمة الله. الله يتقبل الطاعات إن شاء الله منا ومنكم إن شاء الله. حياك الله أخي. تحياتنا للسيد، الله يحفظه. سلمكم الله تعالى. الله يفضل. احنا من مقلدي سيد الخوئي، واليوم سيد الخوئي نزل بيان انه اليوم اول شهر شوال. نعم. ثبت هذا؟ ف
عفوا نعرض عفوا ثبت هذا يعني؟ وين قرأتها هذه؟ مكتب السيد نزل. مكتب السيد الخوئي. احنا نتحقق من الموضوع نعم. يعني حتى ما يكون معلن من القناة. نعم عفوا حاج بس اريد نعرف انه احنا مشمولين بالاصفار ان شاء الله. تسمع الجواب اخي الكريم وشكرا جزيلا. وللاخوة الكرام المشاهدين هذا لا يعتبر اعلان من قناة الايام عن هذا الخبر ما لم يتم التحقق من عنده بالنسبة لمقلدي السيد الخوئي او لمكتب السيد الخوئي عموما. تحياتنا للاخ الكريم وشكرا جزيلا. ام احمد اختي الكريمة تفضلي. خوي انا عندي سيدنا عندي فطرة اعطيها فهذا واحد عارفه من اقاربنا هو يصلي بس ما يصوم وعنده عائلة وما عنده راتب يستحق الفطرة لو ما يستحق؟ هو ما يصوم يعني لسبب لو بدون سبب؟ لا لا بدون سبب ما يصوم. نعم تمام. سؤال آخر أختي. لا لا ما أنا شفت واحد فترة. إن شاء الله تسمعين الجواب. تحياتنا لحضرتك وشكرا جزيلا. متواصلين وياك مشاهدنا الكريم في استقبال المشاركات والاتصالات. عندنا اتصال من زينب تفضلي أختي. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام ورحمة الله نيابة. بس نصينا صوت التلفزيون أختي الكريمة. بلى سيدي. اسمعينا بس من التليفون إذا أمكن. بلى. تفضلي. عندي مشكلة صار لنا 20 سنة طفل ما عندنا. نعم. اي والله والعافية ما موجودة خليد عندنا السيدة جارة سيد. ان شاء الله. المادة شوية. ماكو مادة. رحم الله والديكم. تحياتنا اختي الكريمة وان شاء الله يدعو لكم السيد باذن الله تعالى ووصل طلبكم. الله يعينكم. الله يعينكم. ابو كرار تفضل اخي الكريم. السلام عليكم اخواتي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يرحم والديكم جميعا إن شاء الله. يرحم أمواتك. حياك الله تفضل. الله يعزك. بدون زحمة عليك السؤال للسيد. نعم. أنا عندي بنية تريد تتزوج بعد 3 أيام والبنية مخطوبة صار لها تقريبا 7 أشهر. نعم. وقبل خطوة يعني زواجها ب3 أيام إجا خالها لها عليها وأنا قدمت دعوة عليها. نعم. فأبدا شوف يعني هذا منها يعني حكمة يعني شنو بالإسلام اللي ينهى على هاي الشيء وجزاك الله خير جدا. إن شاء الله. تحياتي لك أخي الكريم وتسمع الجواب إن شاء الله. ونتمنى أيضا أن خالها هم يسمع الجواب لأنه الموضوع مرتبط مصير يعني بحياة إنسانة بحياة أسرة. أم محمد أختي الكريمة تفضلي. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي بنات 2 شابات يعني زوجة من الشرق ماتت. لا إله إلا الله. الله يعينكم. أي واحدة عمرها 24 والثانية 25 يعني. دائما يعني شاعرت وي كلام السيد بالشكر بجعلها وعشي. نعم. أنا أقول الحمد لله وشكر إلهي بس أنا دائما أبكي أبكي من أجل الفراق يعني من جزع يعني هذا هم حرام علي يعني دوم دي أول دوم دي أول نهار. إيش قد قبل إيش قد صارت الحالة أختي أم محمد؟ هاي السنة هاي طبعاً بالعاشر بس 2 قبل. أنا كل أسبوع بالنجف كل أسبوع أنا أروح بالنجف. الله يعينك ويصبرك يا أم محمد. نفس إحنا لها تطعيم ضرب فطورة بوحدي. الله يعينك ويصبرك. يعني حتى برمضان أنا بالحال يعني أريد السيد يدعي له ونبرد قلب. أنا حلمة أمي وأريد شيء يعني يوصل الآن دائما أطي صدقات دائما أطي يعني الناس حتى زودت يعني 2 ولد شباب سواء يعني هذا سواء بيوصل ألد واحد يعني كدي يريحني دائما أطي سواء دائما الشيء يعني اللي يوصله أقرأ قرآن فتوى الله هاي تسمر وأنا طايمة رجل بالتعبان من يعني. شكرا يا أم محمد الله يعينك ويصبرك إن شاء الله. وتسمعين تعليق السيد على اتصالكم. تحياتي لحضرتك وشكرا جزيلا والله يبرد قلوبكم إن شاء الله ويطيب خواطركم ويريح بالكم. عندنا اتصال من أبو حسين أخي الكريم تفضل. حياك الله. تفضل عزيزي أنت. قبل فترة سألت السيد. نعم. أن طبيعة دوامي المحافظة الثانية ونستخدم المحافظة. نعم. والسيد قال بعدين الجواب. جاوبك بس أنت الظاهر الحلقة اللي بعدها ما تابعت اليوم الثاني. تابعت من جاء
بداية الحلقة عموما الآن راح السيد سيدنا باختصار شديد قلنا أنه مقر بالنسبة لك مقر بالنسبة لك مقر مقر أبو حسين مقر بالنسبة لك مو كثير سفر أنت سفر بالمحافظة ودوام نعم مقر الجواب هو أنه مكان العمل مكان العمل هو مثل وطني مكان عملي أدوم يومي صلي تمام صلي تمام في سكني 6 أيام أحسنت يعني بالشهر تقريبا 8 أيام أنت 24 ساعة 8 أيام مرة عشر وأكثر من أكثر من 4 سنوات مو صحيح صح فأنت مقر هذا يعني مثل وطنك مو كثير سفر يعني تصلي بس تمام في المكانين تصلي تمام الصوم لا يا طيرك أبو حسين السفر أصلي تمام لا فقط في هذا المكان ثاني سأجيبه إليه يعني إن شاء الله تسمع الجواب تحياتنا لك شكرا جزيلا الأخ الكريم أبو حسين بعدنا نستقبل المشاركات اخواننا الكرام ام مهدي تفضلي اختي السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته عفوا اخي انا قبل حلقه ماضيه اتصلت بكم بخصوص اعطاء الفديه نعم فديه الصائم نعم. زوجي مسأل بقيت السيد انه يصلي او لا زوجها يعني علي اني نعم هو يصلي ويصوم بس سابقا السنوات اللي فاتت ما قدر يصوم بس ذكرينا شنو كان سؤالك أم مهدي لأنه هواية سؤالي إنه الفدية نعطيها اللي أختي هي تصلي وتصوم لكن زوجها ما يصلي لكن هي ضعيفة الحال نعم أي سيد جاوبكم أول شيء مو فدية يصلي نعم يصلي أنت زوجي تحكين عن زكاة الفطرة مو عن الفدية لا الفدية العام ما صام زوجي نعم. فيصير نعطيها أختي ضعيفة الحال السؤال لا. الآخر أنا صليت من عمري تقريبا 12 سنة صلاة وصوم الصلاة جاي أديها ما بالذمة لكن الصوم ما أقدر لأن أنا ذكرت لكم سابقا أنه عمليات لا. أقدر أنطب مكانها لو أظل مطلوبة أصوم من السنوات السابقة ومش قد يعني المرأة مطلوبة أنه تصوم وتصلي من يا عمر بالضبط يعني هي مجموعة أسئلة تحياتنا أختي الكريمة أم مهدي إن شاء الله راح أقررهن شكرا جزيلا فهي تقضي الصلاة ولكن ما تقدر تقضي الصوم فما عليها ومن أي عمر التكليف تحياتنا لأختي الكريمة وشكرا جزيلا حسن لأم حسن تفضل أخي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدنا مرحبا رمضان كريم عليكم حياكم الله بارك الله بكم أول عمر ولاي أول سؤال عندي الفطرة في بنتي الزوجة وضع زوجها تعبان فزوجها ما يصلي صلاته يعني وتمام نعم هاي أول سؤال السؤال الثاني فتسأل إنه يصير تنطي الفطرة لبنتك هذا سؤالك صح؟ إيه تمام السؤال الثاني بالنسبة للخمس نعم الخمس أجنبية احنا تعرفين بعض ما كان البناء يعني الخمس ما يصير أنطيها من البنتي يعني نعم واضح يصير أنطي البنتي شكرا جزيلا تحياتنا لك أخي الكريم وشكرا جزيلا على اتصالك وشكرا مرة أخرى على تواصلكم جميعا إخواني الكرام الآن نتحول إلى رسالة صوتية تفضلوا السلام عليكم سيدنا تبارك الله شلونك شلون صحتك الله يبارك سيدنا أنا ابنك من البصرة عمري 26 سنة سيدنا أنا متزوج صار لي 4 سنوات تقريبا وسنة خطوبة فاللي صار سيدنا إنه أنا هاي فترة الزواج كلها حبيتها البنية هي تعود لي وعشنا حياة حلوة بالبداية لكن كثرة المشاكل اللي صارت بيناتنا كثرة الهموم فاضطريت أن أطلع عن طريق يعني أنا كرجال ضليت ما أشوف راحتي بالبيت فبديت أطلع عن طريق الحال طريق الله طريق أهل البيت خطأت هواي أشياء خطأت كانت المرأة هاي المدكرة كانت تدري بخطائي تدري أن أنا كنت أروح لهذا الطريق لكن أنا كنت ما أعرف بها أن هي تدري فما أعرف الصراحة يعني هل وهي حاليا هسه يعني طالبة طلاق ورايحة لها
من نجي نقول إنه هي مكافية أو عشان نقول واجباتك كزوج قائمة بيها يعني جدا شيء قليل. يعني أبسط الأمور مثلا أقلها يا أبا أريد أن تريق الصبح أو تريقيني ماكو بس يوم الجمعة هي مدرسة درس يعني هواي أمور ينتصر بها. إذا كانت رسالة عبر الواتساب فسرعوا ليها واحد ونص ما أدي أخسرها. فطلعت عن الحال طلعت عن ملة الإسلام وضعت ما أصلي كله بسبب أنه أنا وضعت ما أشوف راحتي وهذا شيء هم خطأ. هو الصراحة أريد منك جاوبني. شكرا جزيلا للأخ الكريم. تحياتنا. دائما نطلب من الأخوة الكرام أن يختصرون برسائلهم الصوتية إن شاء الله تسمع الجواب. أخي من البصرة تحياتنا لك. عندنا اتصال من محمد. تفضل يا محمد. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا إن شاء الله. يا مقبول إن شاء الله. منا ومنكم إن شاء الله. حياك الله أخي محمد. أخي أنا عندي سؤال. عندي بنت أختي مريضة يعني أعطي زكاة الفطرة. مريضة ومحتاجة فقيرة يعني؟ إيه مريضة محتاجة يعني هو عنده بس رعاية 190,000 بشهر التلمود. نعم. عباداتها التزامها؟ علاجاتها يعني من عندنا ما عدا. لا مو علاجاتها لا عباداتها أقول هي ملتزمة بعباداتها بالتزام. هي ملتزمة بس ملتزمة إيه الصوم والصلي. واضح إن شاء الله تسمع الجواب أخي الكريم. فأنت تريد تنطيها شنو؟ زكاة الفطرة سيدنا؟ زكاة الفطرة. يعني ناخذ آخر اتصال من الأخت الكريمة أم حسين. تتفضل أم حسين حياكم الله. السلام عليك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أروح البيت أختي؟ رجل أختي ما مثل أحد الحجاب ولا أحد العباد. نعم. قدامي من محارم يعني. نعم. وعندي بعد سؤال. يعني قصدك تسألين أمام زوج أختك المفروض تلبسين حجاب لو لا؟ أي يعني نفس الحجاب بس لو عند الروح لو هاي يقول لها من محارم ليش يعني انت هيجي ما مخذ راحتي شوف. واضح. والسؤال الثاني. زين قبل أن ننتقل للسؤال الثاني انت مقتنعة باللي يقوله لو مقتنعة باللي انت مسويته؟ لا ما لقيت يعني شلون قال ما طول اختك على بنتي يعني انا احرم عليك يعني انت خيتي. ان شاء الله راح تسمعين الجواب. السؤال الثاني. السؤال الثاني انا عندي محل ابيع قطع مال قماش نسائي. نعم. مثلا بيها بستة تقول لي طنيها بخمسة. أقول لها لا نقدي بخمسة ولا بالقصد بستة. نعم. هذا الحرام. جيد. ماشي. رحم الله والديك. سؤال جيد. إن شاء الله تسمعين الجواب أختي الكريمة وتحياتنا لحضرتك وشكرا جزيلا. إذا نكرر شكرنا لكم إخوتي الكرام ونتحول للإجابة على هذه الأسئلة ونكرر ترحابنا بضيفنا الكريم سماحة السيد رشيد الحسيني. حياكم الله سيدنا وشكرا جزيلا لحضوركم. سلمكم الله بارك الله بكم حياكم الله. سيدنا الأخ أحمد أول المتصلين اليوم. بين والدة وبين جدة أكو مشكلة فاستدعت هذه المشكلة أنه يمنع أبوه من الذهاب للجامع. حسنا ما أدري جدة بهذا الجامع إلى علاقة يشوفه فيسأل يقول أقدر ما يعني أقدر أروح الجامع ولا لا؟ أي نعم. من أسوأ التصرفات أن الكبار يلقنون الصغار مشاكلهم ويشركون الصغار صراعاتهم واختلافاتهم مع الكبار. نعم. أنا مع أخي عندي مشكلة زين أولادنا ليش إحنا ندخلهم في مشاكلنا يعني لا تزور عمك لا تسلم عن عمك لا كذا وهذا غير صحيح أصلاً. الصغار في واقع الحال لابد أن لا نغذيهم مشاكلنا وقضايانا واختلافاتنا. أنت مع أبو زوجتك جدة إما أبو زوجتك أو والدك. أنا أعتقد مو والدك لأن هنا بالعراق الآباء عندهم يعني احترام كبير للأبناء مو بهالشكل. أعتقد أبو زوجته. فأبو زوجتك بالمسجد أنت لا تروح ولا تحضر مسجد هذا ليس صحيحا. بس هذا الولد الحباب المؤدب يتصل يقول سيد شو سوي؟ روح للمسجد بابا روح للمسجد ولا تسمع كلام أبوك ولكن لا تخلي يفتهم. واضح شو تسمع كلام أبوك بهذه الجزئية سيد بني لا تسمع كلام أبوك بهذه القضية هذه. يعني شو أقول أنه إيذاء الوالد حرام. إيذاء الوالد فأنت لا تخلي يفتهم حتى لا يتأذى.
لا تخليه يفتهم حتى لا يتأذى، وإلا هو عملك ليس حراما، ذهب المسجد شوف جدك تمس إيده سلم عليه أمر طيب، والدك يتأذى نفسيا أنت لا تخليه يفتهم، واضح حبيبي؟ الله يعطيك العافية. أحسنتم سيدنا الكريم. دائما سيدنا هاي الأسئلة صعبة بالنسبة للسائل اللي يقع بين نارين، بلي بلي. بين معصية منا وخوف معصية منا. أولادهم أولادي يقول سيدنا أنا والدي يقول هالشكل، والدتي تقول هالشكل، والدي يدعوني لقضية، والدتي أنا شنو اللي أسوي وهم ضحايا أنصاف. الأخ حسين سيدنا ما أدري هو يقول أنا من مقلدي سيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، وإحنا ليس صحيحا ما ذكره الأخ أنه مقلدي سيد أخوي ثبت اليوم عيد، ليس كل المناطق إخواني. سيد أخوي رؤيته فيما يرتبط بالهلال أنا متكلم عنها، وأمس قلت لهم الإخوان في الصفحة أن يعيدون نشر اختلاف المباني في مسألة إثبات الهلال. سيد أخوي رأيه أنه إذا رؤي الهلال في أي دولة من الدول تشترك معانا بجزء من الليل، فإذا ثبت عندهم يثبت عندنا. فالآن ثبت الهلال في جزء في بعض ولايات أمريكا، في بعض ولايات أمريكا ثبت الهلال، ولكن هل تلك البلاد مشتركة معانا بالليل أو لا؟ مكتب الشيخ الفياض الله يحفظه ومكاتب العلماء الآخرين قالوا أنه لم يشترك معنا في جزء من الليل. نعم قد يكون في المناطق الأخرى، يمكن في مناطق اللي هي في واقع الحال يمكن غرب أوروبا مثلا تكون مشتبه عندهم ثابت، أما في العراق إلى الآن لم يثبت الهلال على مبنى الأعلام، وإن شاء الله تعالى يوم غد هو أول عيد الفطر. أحسنتم سيدنا. الأخت الكريمة أم أحمد تسأل عن الفطرة، تريد تنطيها الشخص يصلي ولكن ما يصوم، تقول يصير له لا، وسألتها بعذر ما يصوم لو بدون عذر، قالت لا بدون عذر أنطي زكاة فطرتي. نعم. وأمس أنت تكلمت ما أدري هنا أو مكان آخر قلت لا أنه لا يجوز إعطاء زكاة الفطرة لغير المتدين. من هو غير المتدين؟ اللي ما ملتزم، لو الواجبات ما يسويها، لو المحرمات يرتكبها، يسمع أغاني يصلي بس يسمع أغاني، هذا مو متدين، واضح؟ فلا بد من دفع الزكاة الفطر إلى المتدين الذي يلتزم بالواجبات وبعيد عن المحرمات، طبعا مع شرط أنه يكون فقيرا، يعني بلا إشكال أن يكون فقيرا. الأخت زينب تقول صار لنا 20 سنة بدون ذرية وعافيتي هم بها مشاكل، تقول الأخت زينب، وحسب الظاهر في المادة والأموال عندهم أيضا شحة، فتطلب من حضرتك الدعاء زينب. نقسم على الله في مثل هذا اليوم المبارك وآخر لحظات وساعات من هذا اليوم وهو شهر رمضان المبارك. إلهي بحق هذه الساعات الطيبة، بحق هذا الغروب المبارك من ليلة أول من شوال، إلهي أنزل على هذه الأخت الرحمة والرزق الواسع، وارزقها أولادا صالحين وذرية طيبة، وأرحب بها يا رب العالمين، قولوا آمين. جزاكم الله عافيتها سيدنا أحسن. اللهم عافيها في بدنها، إلهي آمين. اللهم آمين. تحياتنا الأخت زينب وشكرا جزيلا. الأخ أبو كرار، هذه مشكلة والله يا سيد، مشكلة اجتماعية، بنتي يقول بعد لها 6 أيام تتزوج وصار لها مخطوبة 7 أشهر، يقول خالها إجا قبل 3 أيام من زواجها ونهى عليها، فيقول أنا أسأل يصير شرعا هذا قضية النهوة؟ تكلمنا عن النهوة كثيرا، المراجع أيضا أصدروا فتاوى بأن هذه النهوة العشائرية أو النهوة الكذائية هذه من القضايا الجاهلية التي لا ربط لها بالإسلام، وهي مخالفة للإنسانية، ولا يجوز لأحد أن ينهى أحد من تزويج أي بنت من بناته أبدا، ما له أي حق. وهذا في الواقع ما أعرف، يعني الناس دين ما عندهم، والأدهى من ذلك أستاذ مرتضى، الأدهى من ذلك أنه ابن ما يريد يزوجه، أو ابن عنده على حال ما أدري مشاكل وكذا، ويقول أنا أنهى. ليش تنهى؟ تريد البتك الابنك؟ لا ما أريد الابني، إذا ليش تنهى؟ هذا بعد أكثر وقاحة وقبحا.
فلا يجوز لأحد. وأنتوا أنا قلت في مقطع موجود أنه إخواني لابد أن نقف أمام هاي الحالة بجرأة وبجسارة. ما لك حق وأهلا وسهلا، تجي تجي ما تجي أهلا ومرحبا، ما أعطي مجال وأقلب عليه العشيرة، أقلب عليه العائلة كلها أن هذا واحد إنسان غير مستوي وإنسان غير مؤدب ويريد ياذي ويريد في الواقع يسلب راحة الآخرين. لا نسمح بذلك لا شرعا ولا قانونا ولا عرفا. أحسنتم سيدنا الكريم. الأخت أم محمد هذه مصيبتها مصيبة الله يعينها، يعني هي قبل أقل من 10 سنوات فقدت بناتها 2 شابات غرقا، وتقول أنا أشكر الله دائما، جبتوها على الشكر في بداية حديثكم، تقول بس أنا أبكي على فراق دائما. فتقول هذا البكاء بي مشكلة من جهة، سيدنا آسف المقاطعة، ومن جهة ثانية تقول أنا يعني تطلب من حضرتك شيء يعني يهدئ بالها يريح قلبها، ما أدري ذكر توصية نصيحة، هذا الثاني. والثالث تقول أنا قاعد أنطي بثوابهن فأريد شيء يوصل لهن، أنا حتى زوجت شباب بثوابهن، ظهر قلبها محروق عليهن لحد الآن. زي شوفي طبيعة الحال، يعني الأم على حال لا تنسى نبي الله يعقوب وهو بعلمه الغيبي يعلم أن ولده موجود وبيضت عيناه من الحزن. نعم بيضت عيناه يعني صرعمة من بكي على يوسف، فأمر طبيعي يعني عاطفي. ولكن أختي الكريمة، أولا لك في رسول الله أسوة، لك في بنات رسول الله أسوة، زينب الكبرى والأئمة المعصومين فقدوا أعزتهم أحبتهم، ولكن على حال لا ماكو طريق. يعني أنا بس أقول والدتنا العزيزة أمي الكريمة شنو الطريق؟ يعني هل بكائك رح يرجع بناتك؟ لا، فالشيء حصل وقدر حصل. على حال أنت أولا استرجعي، إنا لله وإنا إليه راجعون. ثانيا خلي إيدك على قلبك دائما دائما، اقري سورة العصر، الله سبحانه وتعالى يعطيك الصبر على هذا الأمر، وهذا مهم جدا. سورة العصر مع وضع اليد على القلب، وضع اليد على قلبها حتى تهدأ. الأمر الآخر أختي الكريمة، دائما على حال أنا ما أقول لا تبكين، ابكي، ولكن لا يصير البكاء على حد الجزع، هذا مو صحيح. إذا لابس أسود هم نزعي، إذا لابس أسود نزعي، وهذا مو صحيح. يعني لبس السواد هو أيضا يكئب الإنسان ويؤذيه، نزع السواد وتوكلي على الله، استرجعي دائما، قولي ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا، حتى رب العالمين يقويك على هذه المصيبة اللي عندك. وفعل الخير وعمل الخير والبر، وهذا أمر جدا مستحب للميت، يوصلهم سيدنا بلا إشكال. أبو حسين قبل فترة يقول سألت السيد وحضرتك وضحت له بيومها، والآن لا بأس حضرتك إذا ردت تكرر التوضيح. الأخ الكريم قال أنا بالأسبوع عندي يومين يعني أداوم، فالشهر 4 أسابيع، فعنده يومين 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 يومين، يعني بالشهر 8 أيام هو في مكان 24 ساعة. نعم. ولمدة أكثر من، يعني أتذكر إذا موجود 4 سنوات، أكثر من 4 سنوات، قال في مدة طويلة. نعم. فأنا في الواقع كان عندي نوع من التردد، قلت يمكن مقر يمكن مو مقر كذا. فلما راجعت الجدول سمحت السيد فيما يرتبط بالمقرية، حضرتك راجعته بعد دقيقتين من انتهاء البرنامج، فقلت يا جماعة ترى هذا مقر، يعني شو مقر؟ السيد يقول إذا بالشهر عنده 7 إلى 8 أيام 24 ساعة، يعني 7 إلى 8 أيام بقاء في مكان ولمدة عليه حال طويلة يصبح مقرا، يصبح مقرا. أنت صلي تمام وصوم في بيتك، وصلي تمام وصوم في محل عملك، أما في الطرق في الطرق وفي السفر الآخر صلي قصر. أحسنتم سيدنا. أم مهدي تقول سألت هي سابقا كأنه عن الفدية، تقول يصير أنطيها لأختي، تقول أختي هي ملتزمة دينيا، هي أم الظهر عائلة محتاجة، يعني أختي ملتزمة دينيا ولكن زوجها غير ملتزم. على أي حال دفع الزكاة إلى الزوجات، يعني المرأة هي فدية سيدة عفو. نعم الفدية فدية. نعم ما في إشكال، ماكو إشكال، إعطاء الفدية إلى الفقيرة لا إشكال في ذلك. نفس الأخت سألت أنه تقول قاعد أقضي صلاتي بس ما قاعد أقدر أقضي صومي لأسباب ما أعرف صار،
فتقول شنو اللي علي، شنو أقدر أسويه حتى يعني أعوض ذمتي عما فات بالنسبة للصوم؟ ما أدري الآن فاتك الصوم بعذر شرعي أو بدون عذر. إذا بدون عذر شرعي فاستغفر لله سبحانه وتعالى وهو معصي، توبي إلى الله. ثانيا إذا ما تستطيعين أن تقضين لأن صحتك الآن تكست، فاكتبي بالوصية، اكتبي الوصية علي كذا صوم حتى عسى ولعل أنه الورثة يأدون عنك. والكفارة إذا تقدرين من ناحية المالية أن تنطين الكفارة عن كل يوم إطعام 60 مسكين، هاي الأمور سووها بحياتكم لأنها أسهل من يوم الحساب. طيب سيدنا، من أي عمر يبدأ التكليف؟ نفس الأخت سألت بالنسبة للنساء. البنات يبدأ التكليف بانتهاء 9 سنوات قمرية، يعني 8 سنوات وست شهور 20 يوم أعتقد بالميلادي، تصير يعني تنتهي 9 سنوات قمرية، تنتهي تدخل السنة العاشرة. إذا دخل السنة العاشرة فهي مكلفة شرعا، صلي وصوم وحجاب وكل أحكام المرأة تتعلق به. أحسنتم سيدنا الكريم. الأخ حسن يقول يصير أنطي الفطرة، زكاة الفطرة لبنتي، علما هي ملتزمة ولكن زوجها غير ملتزم ما يصلي. شوفوا من شروط حتى السؤال الآخر الخمس أيضا عنده. نعم عنده عن الخمس. شوفوا من الأحكام اللازم نفهمها أنه الشخص اللي أنا يجب علي أن أنفق عليه، أولادي لازم أن أنفق عليهم إذا أنا عندي هم فقراء، بناتي حتى لو من الزوجات وفقراء أنا لازم أنفق عليها إذا كنت أنا غني طبيعة الحال. فالأب يجب عليه أن ينفق على أولاده وبناته وأمه وأبيه وزوجته، هؤلاء أنا واجب علي، أن أحفادي، أحفادي أيضا يجب علي أن أنفق عليهم إذا كانوا فقراء. لا. فكل من وجب عليك النفقة عليك النفقة لا يجوز لك إعطاء زكاة الفطرة إليهم أو إعطاء الفدية إليهم. وكذلك الخمس سيدنا. وكذلك الخمس ما أقدر أعطي خمس لأولادي لأن أولادي يجب علي أن أنفق عليهم وزوجتي لا. كذلك. نعم. طيب رسالة صوتية من أحد الأخوان من البصرة سيد، يعني هم مشكلته مشكلة اجتماعية وأيضا نفسية، صار 4 سنوات متزوج وهو يتكلم عن زوجته ايش قد صالحة وياه وايش قد كانت طيبة وياه، ولكن هو يقول أنا بسبب المشاكل بديت أبتعد عن الطريق الصحيح. يقول على امتداد هالفترة زوجتي كانت تدري بهذا الحرافي، يقول الآن هي طالبة الطلاق وعد أهلها، وأنا الآن أريد أرجع للطريق الصحيح وأنا تايب وأنا ندمان، فما تعليقكم على هذا الاتصال سيدي؟ شوف حبيبي أنا شاكر إلك، يعني شاكر إلك صراحتك، شاكر إلك رجوعك إلى الله وهذا أمر طيب، يعني مو عيب الإنسان يطلع عن الطريق، بس العيب إذا يصر على الغلط يصر على الانحراف. الإنسان قد يخرج ولكن لابد أن يرجع. بس أنا عندي عدة نقاط أرجو أن ألفت النظر إليها. أولا ما أخذها بحب، نعم ما أخذ الفتاة بحب، قال أنا كنت أحبها وزوجتها. ولكن شوفوا يا شباب اللي أنت تقولون أنه الزوج الزواج لازم يصير عن حب وعن كذا، هذه واحدة من التجارب، الزوج عن حب ولكن يقول ما مرتاح، ما تشيت أختنق من البيت، ما مرتاح بس أريد أطلع من البيت. وهذا عينة من مئات العينات اللي توصل لي على أنه ليس الحب الذي إحنا نعيش في أيام الكذا على أنه هو واقع، وليس واقع. أنا أمثل لها هي تمثل لي، وأنا ما أدري أسوق لها هي تسوق لي، وأنا أذرع لها بالجنة وهي تذرع بالجنة، ولكن لما أوصل تحت سقف واحد أشوف القضايا شيء آخر. فالحب اللي موجود هذا أكثره نزوة، من أوصل إليها وأخذ اللي أحتاجه أفهم الواقع كله وبعد ذلك أصطدم. الأخ اصطدم، شنو مشكلة الصدامة ما مو مهم عندي، بس طلع من الطريق لما مرتاح ببيته. مرتاح ببيته وين راح؟ لجأ إلى الغلط، لجأ إلى الأمور الغلط بدون تفصيلات أخلاقية ما أدري سلوكية، راح. وزوجته كانت تنتظر على أن يوم الأيام يرجع لها، شافت له هذا تمادى، هي هم صار عندها نوع من الانتكاسة النفسية وتركتها. رجوعك هذا أهنيك به وهنئك برجوعك هذا، وهذا أنا أعتقد فتح جديد بحياتك، لأن أنت جربت الأمور كلها. والآن أولا أشكر الله، أشكر الله على نعمة الهداية.
ثانيا اعرف قدر العافية اللي كنت فيها. زوجتك طيبة ويقول كانت حبابة وكذا، نعم كان يقول ما كانت يعني حتى ريوق ما تخليني، طبيعي هذا لما صير مشاكل بعد حتى أكل لما تطبخ لك، واضح. ولكن عموما المودة والمحبة والألفة هذه نعمة لابد إنسان أن شنو يشكر الله عليها ويقويها. واللي أريده من عندك الآن أن تثبت لها، تثبت لها ندمك، تثبت لها إخلاصك بأي شكل من الأشكال، تروح تزورها، تودي لها هدية، تأخذها، تأخذها من أهلها، قول يابا كم ساعة شي نقعد على على حال على الشط العرب، أنت بالبصرة روح هناك اقعد سولف وياها، قل اللي عندك وبين ندمك. هذا الصراحة مهمة جدا، عسى ولعل أن تطمئن إليك وترجع. إذا اطمئنت إليك ورجعت فبها ونعمت، إذا شفت لا الأمور أبدا كذا فلا تغلق الطريق على نفسك، يعني لا تيأس، ابدأ بحياة أخرى. وهذه صرحها صراح جميل، إذا ما تريد صرحها صراح جميل وابدأ بحياة أخرى وبتجربة أخرى وبوعي وإصرار على أن تكون مع الله لا مع غيره. طيب سيدنا، لا بأس بأن تشير إشارات أيضا للزوجة نفسها إذا كانت ممكن تشوفك الآن. إذا شوفيني بابا، الحياة مو دائما يعني مفروشة بالورود والسجاد الأحمر، الحياة بها مشاكل، والقرآن يقول أتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. طريق بي ذات شوكة، طريق بي مشاكل، يوم منغص يوم كذا، يوم رايح مسوي أمور تعبانة وجايني. على أي حال الرجال الرجال لما ينحرف رجولته في أنه يشعر على أنه انحرافه كان غلط يقرر أن يرجع، هذه رجولة تستحق الشكر. وأنت على أي حال طلبي من الله أن يغفر لك، طلبي من الله أن يسامحك، فسامح الآخرين عسى الله أن يسامحك، فارحموا من في الأرض يرحمكم من أحسن في السماء. الأخت أم حسين سيدنا تقول أنا أمام زوج أختي دائما أهتم بحجابي، ولكن هو يقول لي لا ترى أنت يعني من محارمي ما يصير تلبسين من أو ماكو داعي تلبسين من الحجاب. زوج أختها؟ زوج أختها. لا بابا، هذا زوج أختك مثل أي رجال بالشارع، يعني لا ربط لك به، وأنت لابد أن تلتزمي. قول عفوا أنا مقلد المرجع، أرجوك أرجع إلى مسألة، مو أنا جاي أعيش ببيتكم، أنا جاي تعيش له 100 سنة ببيتنا، ولكن تبقى أنت إنسان غريب علي، علي غريب من ناحية محرمية. يعني أختي إذا ماتت لا سمح الله، إذا ماتت أختي تقدر تتزوجني، فشلون أنا مثل أختك؟ أنا مو أختك ولا مثل أختك، واضح؟ ففهمي وجيبي لي المسألة. شو يقول؟ عفوا إذا ما كنت زحمة أقرأ، لأن إحنا في زمن الفقاهة، في زمن المعلومة، في زمن على حال الثقافة، لا يمشون عليكم على حال أفكارهم الغلط. هو كأنه مستند سيدنا على أنه لا يستطيع أن يتزوجها الآن، فهي المفروض عادي أمامه. إذا ماتت أخته، مو ماتت، إذا طلق أختش لا سمح الله يقدر يتزوجك. قل لي لا، قل لي هاي الحرمة مؤقتة، الجمع بين الأختين حرام، هذه الحرمة مؤقتة، فإذا ارتفع المانع وهذا عليه حبنا حد ذاته حرام. طيب أيضا نفس الأخت سيدنا السؤال الأخير إلها والسؤال الأخير في البرنامج في حلقة اليوم، اللي هو محل هي عندها محل تبيع به ملابس نسائية، فتقول مرات أنطي سعر نقدي وأنطي سعر الأقساط، فهل هذا بإشكال؟ يعني هذه الحاجة أبيعها هل كذب النقدي أو كذب الأقساط؟ كلش طريقة ممتازة، كلش ممتازة. أنا عندي سعر نقدي وعندي سعر فقدي إن صح التعبير. نعم. يعني السعر الآن تطيني 5000 أخذ الحاجة، تدي تطيني ما تطيني أخلي 7000، أخلي 6000، 10000، لأن للزمن ثمن، للزمن ثمن، الأجل إلى قيمة، فإذا أجلت الدفع أنا أصعد السعر ما في مشكلة. نعم، على أن لا يزيد الأجر سيدنا إذا تأخرت عن التسديد، لأنه راح يتحول إلى حالة ربوية يعني. لا يعني ذاك شيء آخر، أنه إذا صار الوقت وما أعطتني ما أقدر أضاعف، بس هذا السعر أقدر أرفع. أحسنتم سيدنا. إحنا الآن في اللحظات الأخيرة من هذه الحلقة سيدنا، وفي اليوم الأخير من شهر رمضان المبارك لهذا العام، نسأل الله تعالى أن يعيده علينا وعليك بالصحة والسلامة والعافية والقبول إن شاء الله. الحمد لله كنا في 30 حلقة مستمرة يوميا مع الإخوة المستمعين والمشاهدين. 29 يوم عندنا حلقة ما طلعنا بيها.
هالشكل يظهر كان أكو مناسبة. على أي حال نعم. مجموعة طيبة من حلقات كنا معكم في بيوتكم، ندخل إليكم مستأذنين ومتداولين لفقه آل محمد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه فرص طيبة لأن نتفقه في الدين. وقال الإمام صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين وألهمه اليقين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن يتفقه في الدين ويزداد يقينا إن شاء الله. اللهم آمين. شكرا جزيلا سيدنا. الشكر لكم أيضا سادتي إخوتي الكرام أخواتي الكريمات على امتداد الأيام اللي شاهدتونا بها، ونعدكم بإذن الله تعالى أن يكون عندنا ملتقى أسبوعي أيضا في ما بعد شهر رمضان المبارك أيضا مع سماحة السيد بإذن الله تعالى ومن خلال هذه الشاشة المباركة أيضا. شكرا، في رعاية الله وحفظه، لا تنسونا من خالص دعواتكم.